بقى تاني البلان بتاعنا مش متسين اللي هو البلان اللي هو الستيل 4. اقول اوكي عايز ارسم بقى دلوقتي مين يا جماعه؟ عايز ارسم الستيل مين بين بقى الكاميرات الرئيسيه دي. احنا عندنا مقسمين السقف عباره عن ايه؟ كاميرات عشان اخليه وان واي. دايما في الستيل شغلنا بافضل شغل نخليه وان واي. يعني ايه وان واي؟ يعني اعمل حاجه رئيسيه اهي كاميرا رئيسيه وبير معناها مين؟ كاميرا سكندري زي ما انت شايف. كاميرا الرئيسيه اهي مين بيم اهي ماشي على الاعمده كلها اهي وكاميرا ثانوي بيحدف عليه بحيث البلاطه اللي انا بتعامل معاها بدل ما كنت اتعامل مع بلاطه كان في كام؟ 5 متر مثلا او 5 متر في 4 متر ونص. البلاطه الكبيره دي كلها بقيت بتعامل مع بلاطه قد ايه؟ وليكن 2 متر في 4 متر ونص. تتعامل كانها بلاطه ايه؟ وان واي. اتجاه الحمل يروح فين؟ على السكندري بيم ومن السكندري بيم يروح فين؟ للمين بيم. طيب ارسم الكاميرات المين بيم ازاي دي يا جماعه؟ عشان برضه نتعلم برضه رسم المانيوال للكاميرات. هاجي من جنب من هنا في امر اسمه درو بيم. يعني ايه درو بيم؟ عايز ارسم كاميرا ليها نقطه بدايه وليها نقطه نهايه. اولا ما انساش من تحت اختار الكاميرا بتاعتنا تكون ايه؟ اوتو من ايه؟ ستيل بيم. فاكرين اوتو من ستيل بيم؟ واخلي نوع كونتينوس يعني مستمر. عشان نرسم بامر درو لاين لازم اختار نقطتين. يعني اقول له من هنا لحد هنا اقعد ارسم نقطتين من هنا لهنا. طب في امر ثاني يا جماعه حلو جدا اسمه ايه؟ اسمه كويك درو بيم. اسمه ايه؟ كويك درو بيم. يعني ايه كويك درو بيم؟ عايز ارسم بسرعه. بيقول لك يا باشمهندس اختار لي بس جريد. بص شايف جريد؟ اقف بس على الجريد وانا اوتوماتيك اعمل لك ايه؟ هرسم لك كاميرا عندها. مش الكاميرا عندنا بتترسم من جريد لجريد؟ لازم بص بص الكاميرا دي ما ترسمهاش كلها على بعضها حته واحده. يعني ما تقولش ان انا اختار نقطه الستارت دي ونقطه الاند دي. ليه يا جماعه؟ هيرسمها لك كلها حته واحده. انا الافضل حاجه ان انا اخليها حته حته. ليه؟ عشان يولد نقطه هنا اللي هي الجوينت اللي احنا بنقول عليها. عشان يولد عقده هنا جوينت يبدا يحل عندها الكاميرات. فاهم؟ عشان يولد نقط هنا عشان يحل عندها الكاميرات. لا ما هو في كاميرا رئيسي وكاميرا ثانوي. كاميرا رئيسي هو ده اللي شايل الموضوع كله. هل قطاع متوقع قطاع القمر الثانوي ده هيبقى زي القطاع الرئيسي؟ قطاع القمر الثانوي ده شايل مين يا جماعه؟ كاميرات الثانويه دي شايله مين؟ ده هي يا دوبك شايله ايه؟ الحمل اللي جاي من البلاطه دي. انما ده شايل مين؟ ده شايل الرياكشن بتاع ده وده وده. واحمد ممكن يعني شايل الرياكشن من ده. تعال على دي مثلا، تعال على دي. هل تقارن السكندري دي بالمين دي؟ المين دي شايله مين؟ شايله الرياكشن من الكاميرا. اثنين ثلاثه اربع كاميرات شايله الرياكشن بتاعها. يعني ده شايل من السقف وده يعتبر شايل مين؟ شايل السقف وشايل السكندري وكل ده وشايل نفسه. هل تخلي قطاع زي ده؟ عشان كده بنخلي فيه كاميرات مين؟ ليها قطاع وكاميرات سكندري ليها قطاع ثاني خالص لوحدها. طيب ارجع بقى اريح دماغي. بص بقى يا باشمهندسين اقول طالما في كاميرات كلها عند الجريد اروح جاي اعمل ايه؟ زي الدروب كويك ايه؟ الدروب بتاع الكل اهو. اجي عند كل الاماكن اللي عندها اهو واللي عندها جريدات اهو اقول له ايه؟ فيك فيهم من بيما اهو. اجي عند الاماكن كلها اهو كل ده كده اقول له ايه؟ كويك. الزيادات هنمسحها اهو. اجي من هنا اقول له كويك درو. اجي من هنا اقول له كويك ايه؟ كويك درو. اجي من هنا اقول له ايه؟ كويك درو. اجي من هنا اقول له كويك درو. اجي على الكاميرات بقى مالهاش لازمه وابدا اعمل ايه؟ الزيادات اللي عندي اقول له دي املاها ايه؟ ما رسمهاش. طب كويس رسم كاميرا هنا اقول له ديليت. اقول له ديليت. اي كاميرا زياده بره اعمل له ايه؟ ديليت. حد عنده اي مشكله كده يا جماعه في اسم الكاميرات المين بيم؟ الكاميرات المين بيم خد بالك برضو الكاميرات اللي احنا مخلين قطعها ايه؟ كونكريت مش ستيل. الكاميرات اللي هنا يبقى قطعها ايه؟ كونكريت مش ستيل. الكاميرات ايه خرسانه. طيب عايز اكرر الكلام ده تحت اعمل ايه؟ ممكن اقول له من فوق من هنا سيلكت اقول له ايه؟ بروبرتيز اقول له ايه؟ فريم سكشن. اقول له اختار لمين؟ اوتو مين؟ اوتو مين ستيل بيم. اقول له سيلكت. حددت لي كل حاجه اقول له طبعا ما عدا مين؟ انا اسف تاني اهو سيلكت هقول له ايه؟ بروبرتيز حاجه اسمها ايه؟ فريم سكشن. اقول له اختار لي من هنا ايه؟ حاجه اسمها اوتو ستيل بيم. اقول له سيلكت. قال لي كام فريم؟ وان فريم ازاي؟ شفت يا باشمهندس ايه اللي حصل؟ وانا بختار هنا كويك درو. بص وانا بختار كويك درو هنا ايه اللي حصل؟ كنت مختار قطاعه ايه؟ 30 في 70 نسيت اغير القطاع بتاعه. طب اعمل ايه؟ اجي على ده بقى تاني امسك كل الكلام ده واقول له ايه؟ اختار كل ده من هنا يا جماعه مش منسير. اختار كل ده واقول له ايه؟ سيلكت. ارجع تاني اقول له دي سيلكت اوبجكت تايب. اختار كل حاجه من هنا اقول له شيفت اختار كل حاجه شيفت. اقول له ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ البيمز. واقول له ايه؟ دي سيلكت على الباقي كله. اختار لي كل حاجه ما عدا الكاميرات واقول له دي. معلش انا اسف. او اعمل سيلكت بس كان هيعمل لك سيلكت اي كل القطاعات في المبنى كلها كان هيختار لك المبنى. لا طلبت هنا عشان المشكله ما فيش هنا ايه بس عشان انا كنت راسم بقطاع غلط 30 في 70 فكان هيختار لك كل الاعمده اللي كانت 30 في 70 وكان هيحذفها. وصلت؟
ارجع بقى تاني يا جماعه كويك درو من هنا، ما تنساش اختار القطع بتاع القطع الكاميرا يكون ايه، يكون من هنا ايه اوتو مين ستيل بيم، ويكون كونتينوس مرجعي بسرعه سريعا كده اروح جاي دايسين بالكلام. زين اقرره ازاي؟ اروح جاي له من هنا ايه سيلكت، اقول له سيلكت يا جماعه سيلكت سيلكت، اقول له بروبرتيز، اقول له حاجه اسمها ايه فريم سيكشن، هو قطع ايه اوتو ايه مين ستيل بيم، اقول له ايه سيلكت. ارجع بقى على مين، على الكاميرات دي، واعمل ايه اختار الكاميرات اللي انا مش هكررها، لان ده على خط ايه الميرور فهيكرر الكاميرتين في بعض. اروح جاي له ايه اديت ريبليكيت، هقول له ايه نوع ميرور بيك تو بوينتس، فين التو بوينت اللي عندك، اقول له ادي نقطه، واختار اي نقطه ثانيه على نفس الخط اهو، واقول له ايه اوكي اتنقل الناحيه الثانيه. اقول لك ان في تفرق في فرمات في بعض، بس البرنامج برضو ده زيك شويه، لما بيلاقي حاجتين نفس الخصائص بالظبط نفس الابعاد نفس كل حاجه ما بيكررهمش، ما بيعملش حاجه فوق بعض. ماشي، حاجه عندها اي مشكله اي استفسار؟ طيب.